تشاهدون في هذه الحلقة: ترتيبات لتكريم أوائل الجمهورية من طلاب الثانوية العامة بتعز، والتربية نطمح لنسبة تمثيل أكبر تليق بحجم المحافظة، وادي حنا بجبل حبشي، واحات خضيرة من صنع رباني تجتذب الزوار إلى متعة الظلال الورفة، دبر السامعي قصة تفوق علمي تحكي كيفية بلوغ قائمة الشرف في الثانوية العامة. مرحبا بكم من جديد. نبدأ حلقتنا بإطلالة سريعة على أهم الفعاليات والأحداث التي شهدتها تعز هذا الأسبوع. اختتم بتعز مشروع مبادرة نماء الخاص بترميم شبكة مياه حي السلخانة وسط المدينة والواقع في إطار مديرية القاهرة بعد شهر كامل من أعمال الصيانة والتجهيز. ويهدف المشروع الذي نفذه فريق مبادرة نماء الشبابي بالشراكة مع منظمة شباب بلا حدود للتنمية إلى إعادة توفير المياه النظيفة لحوالي 129 أسرة في هذا الحي المزدحم بالسكان. وتعاني تعز من شحة في مياه الشرب، حيث يشكل الكثير من السكان صعوبة في عدم القدرة على الحصول على مياه نظيفة، لا سيما مع استمرار حرب وحصار ميليشيا الحوثي الانقلابية على المدينة للعام الخامس على التوالي. مشاهدينا، بعد تراجع لسنوات تحت تأثير الحرب ووطأة الحصار، تعاود تعز من جديد تصدر المشهد التعليمي في البلاد، حيث حاز 6 من أبنائها على مراكز متقدمة ضمن قائمة أوائل الجمهورية. وخلال لقاء قيادة التربية بأوائل الطلاب، عبر مسؤولون عن تطلعهم إلى أن يشهد العام المقبل زيادة في نسبة عدد أوائل الجمهورية من محافظة تعز، وبما يعكس العملية الرائدة في هذه المحافظة. هو لقاء للتعارف والتهنئة أراد من خلاله مسؤول التربية والتعليم في تعز تأكيد اهتمامهم بطلاب المحافظة المتفوقين الذين حازوا الترتيب الثالث ضمن قائمة أوائل الجمهورية في نتائج الثانوية العامة للعام 2018-2019. 6 من أبنائنا الطلاب، أحدهم ولد وخمس بنات. إحدى هذه البنات مكفوفة وتحصل على المرتبة الأولى في القسم الأدبي. أوائل الجمهورية الستة من جانبهم أبدوا ارتياحهم لهذا اللقاء باعتباره تكريماً وتقديراً من قبل مكتب التربية، ولما حققوه من إنجاز على مستوى الجمهورية وحصولهم على العلامات الكبرى بنسبة 99.63% في نتائج الثانوية. طبعاً الشعور كان رائع، شعور لا يوصف، لأن هذا كان حلم ظلينا نحلم به لمدة 12 سنة، وأي شخص أحلم أنه يكون في هذا الموقف، وعملنا من أجله كثيرا. بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضل جهود جبارة بذلت من المعلم الأول التربوي الوالد العزيز وكافة المعلمين والمعلمات الذين رسموا لنا خارطة الطريق وأوصلتنا إلى القمة. صف تاسع، يعني حصلت على الترتيب الرابع والحمد لله، وهالسنة كمان طلعت الترتيب الأول على مستوى المحافظة، فتعتبر شعوري أو تجربتي معادة، وبالنسبة للشعور أكيد فرح ممزوج بدموع وكذا. تقول الطالبات أن طموحهن لا سقف له، وسيعملن على تحقيق ذلك في سبيل خدمة الوطن، طموح حظي بتقدير الجميع خصوصا ممن كان له بصمة في صناعة هذا التفوق الدراسي. إن شاء الله أن يكون اسمي في المستقبل طبيبة، سوف أقدم إن شاء الله في طب بشري قسم الجراحة إن شاء الله. طبعاً أنا مجتهد معاهم من أول شيء، من أول السنة، بتوفير الكتب، بتوفير المعلمين الممتازين الجيدين لثالث ثانوي، يعني هذا استعداد لأنني أبني وأطمح أن بناتي يكونن أوائل. و
ولتسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالأستاذ بقاش المخلافي نائب مدير مكتب التربية والتعليم بتعز. مرحبا بك معنا إلى هذا اللقاء. أهلا أستاذة، أهلا وسهلا بكم في مكتب التربية والتعليم، وأهلا بطاقم قناة بلقيس في مكتبنا في مكتب التربية والتعليم اللي هو مكتب الجميع. ستة طلاب منهم خمس فتيات وطالب واحد حصلوا على الترتيب الثالث ضمن قائمة أوائل الجمهورية، هل هذا العدد يناسب حجم طلاب المرحلة الأساسية والثانوية في تعز الذي يصل إجمال عددهم إلى قرابة نصف مليون طالب وطالبة؟ والله أستاذة نحن شعرنا بالبهجة والسرور، ونحن نرى أبناءنا يتألقون إلى المراكز الأمامية كأوائل الجمهورية، لكن لو قارنا العدد المطلوب المفروض أن تكون محافظة تعز أكثر من هذا. محافظة تعز طلابها كثير جدا، مدارسها مزدحمة جدا، طلاب الثانوية اللي تقدموا قرابة 24,600 طالب أو يزيد شوية، فكنا نأمل أن يكون هذا العدد يواجه عدد أكبر أوائل الجمهورية، لكننا نظل نعترف بأن تعز هي منبر العلم ومنبر الثقافة. أبناء تعز توجهوا صوب التعليم في ظل ظروف صعبة، مدارسنا تكاد تكون مكتظة بأبنائها سواء كانت المدارس الحكومية أو المدارس الأهلية، ونحن نفتخر بهذا الجانب. صحيح أننا لم نكن نتوقع أن هذا العدد سيكون من نصيب محافظة تعز قصدي عدد الأوائل، لكن تعز لن تستأثر بهذا الجانب لوحدها. تعز جزء من محافظة من ضمن محافظة الجمهورية اليمنية، وتطمح أن يكون الأوائل من كل محافظة الجمهورية اليمنية. بالأخير طلابنا سواء كانوا في تعز سواء كانوا في عدن سواء كانوا في أي محافظة من محافظة الجمهورية يعتبروا أبناءنا. يعني العدد لا يرتقي إلى طموحاتكم أنتم في مكتب التربية، لكن إذا ما تحدثنا عن ننتقل بالرجوع إلى الوراء قليلا، تصحيح أين يتم تصحيح دفاتر الامتحانات؟ هل هناك إشراف أو مراقبة من قبلكم في التربية تحاشيا لأي انتقاص من درجات طلاب مجتهدين قد يكونوا ضمن أوائل الجمهورية؟ العام الماضي كان التصحيح في محافظة عدن، كنترول عدن كان متولى عملية تصحيح. العام هذا اللي مشي الآن صححنا هنا في تعز بتوجيهات من وزارة التربية والتعليم أن يقوم مكتب التربية والتعليم في تعز بتصحيح دفاتر الإجابات وموافاة الوزارة بكل النتائج، لتعلن النتائج نهائية لكل محافظة الجمهورية. نعم، هؤلاء الطلاب بحصولهم على مراكز متقدمة ضمن أوائل الجمهورية وبنسبة 99.63% هم بالتأكيد شرفوا تعز، لكن ما مدى اهتمام التربية بهؤلاء الطلاب وهل من تكريم يرتقي بهم؟ قبل أن أجيب على هذا السؤال، من خلال زيارتنا الميدانية للمدارس أيام الدراسة لاحظنا أن هناك تنافس كبير جدا بين الطلاب، يعني يختلف من عام إلى عام. العام الماضي كان التنافس قوي جدا، لذلك أول ما ظهرت نتائج الثانوية العامة نتائج الأوائل صدموا طلاب كثير في هذا الجانب. حدثت حالات إغماء، حدثت حالات عدم التصديق بهذه النتائج، لأنهم كانوا يطمحون أن يكون من ضمن قوائم أوائل الجمهورية. أما بالعودة إلى سؤالك، نعم، ماذا ستقدمون لهؤلاء الطلاب؟ ما التكريم الذي يليق بهم؟ العام الماضي تم تكريمهم في عدن، وتم تكريمهم هنا في محافظة تعز. طبعا كرمنا أوائل الجمهورية العام الماضي، طبعا هذه بجهود الأستاذ عبد الواسع شداد عندما قام بهذا الدور، وكرمنا أوائل محافظة تعز. نعم، فكانت إعدادهم حدود، هل هناك منح لهؤلاء الطلاب؟
تم تقديم منح؟ قصدك الأوائل؟ أوائل بشكل عام؟ أوائل تعز يعني تحديدا؟ أوائل تعز لا، أنا قصدي إن إحنا تخاطبنا مع الوزارة في حالة وجود منح خارجية لهم فهم يستحقون ذلك. أما أوائل المحافظة فنحن نستقنا مع الجامعات لاستيعابهم. لماذا لم يتم إعلان أوائل المحافظة حتى الآن يعني؟ ما زالوا طور ما زلنا منتظرين الكشوفات، وما زالت هناك معانا حالات زي مثلا حالات النازحين اللي نزحوا إلى محافظة تعز، كانت تنقصهم بعض الوثائق، منتظرين هذه الوثائق حتى تكتمل العدد، تكتمل النتيجة بشكلها النهائي، وسيعلن عن أوائل محافظة تعز. نسقنا مع الجامعات العام الماضي وتم قبولهم في بعض الجامعات اليمنية هنا في محافظة تعز، وخاصة الجامعة الأهلية بقبولهم بدون أي أثر مالي، خاصة الجوانب العلمية. هل هذا تم تنفيذه مع أوائل السنة الماضية يعني هذه الخطوة؟ أم أنها جديدة يعني هذا العام؟ هذه المرة نحن نحتفي بحاجة يليق بهم. إن شاء الله لن نفصح عن هذا الجانب. تكون مفاجأة يعني. أيوة، ولكن إن شاء الله سنعمل كل ما نستطيع في سبيل إسعاد طلابنا أوائل محافظة تعز وأوائل الجمهورية بشكل عام. نعم، هناك من يرى أن النظام الحديث المعتمد من قبل الوزارة في اختيار الأوائل مبني على المحاصصة، ويصفونه بالمجحف لأنه يؤدي إلى حرمان طلاب يستحق أن تكون لهم الأولوية ضمن أوائل الجمهورية. ما تعليقك؟ يا أستاذة، هذا ترجع إلى سياسة الدولة وإلى سياسة مراعاة المحافظات بشكل عام. أنا أعتقد لو تركنا المجال للدرجات أن تحكم أو المعدلات أن تحكم لنالت تعز أكبر حصة من حصص الجمهورية، لكن في ظل هذا الوضع لن نرضى أن تنال تعز أكبر حظ ومحافظة من محافظة الأخرى تكون معدومة من هذه المشاركات. لكن أنتم يعني كيف تنظروا إلى هذا النظام؟ يعني هو صحيح أنه يتيح لبقية المحافظات المشاركة، لكن المقارنة الطالب يحصل على معدل منخفض يعني فيما هناك طلاب معدلات مرتفعة، ويأخذ هذا المركز ضمن أوائل الجمهورية فيما ذاك يحرم من هذا. أنا قلت لك سابقا في هذا الأمر يحز في نفوسنا شوية قليلا، ويحز في نفوس أبنائنا الطلاب الحاصلين على معدلات كبيرة، في حين تجد أن واحد محافظة أخرى يحصل على معدل فوق 80 ويدخل من ضمن محافظة الجمهورية من ضمن أوائل الجمهورية، لكن بالأخير يظلوا جميعا أبنائنا، سواء في تعز، سواء في عدن، سواء في حضرموت، سواء في شبوة، سواء في كل المحافظات. الأستاذ بقاش المخلافي، نائب مدير مكتب التربية والتعليم بتعز، شكرا جزيلا لتواجدك معنا. أهلا وسهلا أستاذ، وأهلا بكم جميعا، وتعز تشرف بحضوركم وحضور كل القنوات التي تناقش العملية التعليمية وتعليم أبنائنا الطلاب باعتبارها مستقبلنا، مستقبل المحافظة، مستقبل اليمن. شكرا جزيلا. شكرا. أهلا وسهلا. مرحبا بكم من جديد. تتميز تعز بالعديد من الأودية ذات التربة الخصبة والتنوع النباتي، ويعد وادي حنا بمديرية جبل حبشي واحدا من أهم هذه الأودية، حيث تكسوه الخضرة الدائمة وتكثر فيه ينابيع المياه، الأمر الذي يجعله واجهة جذب سياحي يقصده أبناء تعز والمحافظات المجاورة. نتابع. كانت الأجواء غائمة جزئيا، ودرجة الحرارة تميل إلى الاعتدال في صيف يعتاد الناس فيه أجواء قيضة مشمسة. أدركنا حينها أنها الفرصة المواتية لرحلة من الراحة والاستجمام في مناطق تعز الفسيحة وفي الأمكنة التي تتجلى الطبيعة فيها بأروع صورها. باشرنا دون ما تروي بإجراء تعديل في المسار يقتضي عدم مواصلة المشوار باتجاه عمق مناطق جنوب المحافظة، حيث كانت المحطة المقرة والمعدة سلفا ضمن البرنامج.
أخذت رحلتنا منعطفاً من خط السير على طريق الضباب إلى اليمين لندلف أولى مناطق مديرية جبل حبشي الواقعة جنوب غرب مدينة تعز. جئنا على واد ذي زرع غداة يوم ماطر، جئناه وقد سالت فيه أودية وغمرت المياه حقول الذرة فارتوى الزرع وأغدق المحصول والثمر. يعرف هذا الوادي باسم وادي حنا، ويقع في محلة بني عيسى التابعة إدارياً لجبل حبشي المحادية من جهة الشرق لوادي الضباب ومديرية صابر الموادم. وادي حنا تعتبر إلى اليوم المتنفس الوحيد لمحافظة تعز بعد أن ضاق بها الخناق وبعد أن تم حصار محافظة تعز من قبل من جهة الحوبان، من الجهات الغربية أيضا من قبل الانقلابيين الحوثيين. اليوم صار أبناء تعز وسروا الأطفال النساء الشيوخ الجميع يخرجون إلى هذا المكان إلى هذا الوادي من أجل أن يتنفسوا، من أجل أن يشموا الريحة أو رائحة نقية طيبة صافية خالية عن الضوضاء وخالية عن صخب المدينة. ما يميز هذا الوادي أنه من الوديان دائمة الإخضرار والجريان، حيث يزداد فيه نضارة الطبيعة وغزارة المياه مع حلول فصل الصيف موسم هطول الأمطار في البلد. وادي حنا ربما تتنوع فيها أنواع الزراعة من الذرة الشامية، الذرة الرفيعة، الزيتون، المانجا، وهناك أيضا بعض المزارعين يقومون بمزاولة مهن زراعة الخضروات مثل الطماط والبطاط وغيرها. يتخذ سكان تعز سواء من الريف أو المدينة من هذا الوادي متنفساً ومكاناً للاستجمام، يقضون فيه أوقاتهم بعد عناء، يجلون فيه همومهم وتتجدد تحت ظلاله الوارفة متعتهم وحياتهم. نشاهد توافد عدد من الزائرين كثيراً في هذه المنطقة، منطقة وادي حنا. تستقبل يعني منطقة وادي حنا من مئات إلى الآلاف الزوار في الفترات العادية وفترات العطلة الصيفية العطلة الرسمية، حيث يتواجد أكثر الناس يزور المنطقة لتواجد منابع المياه الكثيرة فيها والأحواض الطبيعية. الماء الذي يتفجر نبعه من عيون أعلى هذا الوادي، يشعر من يرد صفو هذا الزلال الرقراق بتجدد نشاطه، ولا يكون أمام الزائر بدا من صفاء النبع وجريان الماء سوى الاغتسال، حيث وبرودة الماء تذهب الغمة ويجلي الجسد وينعش الروح. نحن جينا إلى هنا إلى وادي إلى من مدينة تعز لمحافظة تعز إلى هنا إلى وادي حنا، نشاهد الأنظار الجميلة ونشم الهواء وتغيير الجو وتسبحنا قليلا في الماء الصافي النقي وارتاحنا نفسيا، لأن الجو رائع جدا ونرجو الاهتمام بهذه المنطقة، منطقة جميلة جدا. لكي نغير الجو ونشم هواء ونبصر المناظر الطبيعية، ونحن الآن بوادي حنا، منظر جميل والشلالات ومنظر رائع جدا، وأنصح بالأصحاب المدينة أن يجوا لي هنا لكي يغيروا جو واستمتعوا بالجو والمناظر طبيعية وجميلة وهدوء. الوادي ما زال بكرا، وأيضا في نفس الوقت ربما لم تلتفت إليه أو لم يلتفت إليه الأهالي إلا في السنوات الأخيرة لقربه، لجماله، لإبداع الخالق في هذا الوادي. حقيقة ربما هناك اليوم لوحة بديعة يمتاز بها وادي حنا عن بقية وديان محافظة تعز. تحيط بوادي حنا الذي يعد اليوم أحد أهم المنتجعات السياحية بتعز سلاسل جبلية في مناطق ممتدة بمديرية جبل حبشي، وجميعها تشكل روافد لهذا الوادي الخصب الخضير.
المساحات الواسعة الخضراء في وادي حنا مثل ما تمد بني البشر بفاكهة وأباء وسعادة وروقان في المزاج النفسي، فإن المزارع يجد فيه متسعاً ومرتعاً لماشيته من الحيوانات الأليفة التي لا تستقيم الحياة أو المعيشة بالنسبة للريفي إلا بهذه الأنعام، لذا يصحب الرعوي أبقاره وماشيته إلى مناطق العشب والنبتة الكثيف المتنوعة ليكرمها بغذاء من مراعي الطبيعة وخيرات السعيدة. الأشخاص ممن يحققون نجاحاً وتفوقاً في حياتهم العلمية والعملية يعزون السبب في ذلك إلى الانضباط في السلوك وتنظيم الوقت مع بذل جهود مضاعفة. في فقرتنا التالية سنقف على أهم عوامل النجاح عند تبر السامعي، وهي الطالبة التي حققت المركز الثالث على مستوى الجمهورية والأول على مستوى المحافظة. كان مجرد حلم تراه رأي العين حتى صار حقيقة، إذ لا يبدو معه غير السؤال في كيف كان الشعور وماذا عن الأحاسيس وقت كانت بشائر التفوق والنجاح تنهال على تبر أحمد مهيوب عبد الجليل، الطالبة في مدرسة خديجة الكبرى بتعز الحاصلة على المركز الثالث ضمن أوائل الجمهورية في القسم العلمي الثانوية العامة الحائزة على المرتبة الأولى على مستوى محافظة تعز. شعور جميل جدا عندما ترى تعب 12 سنة يتجسد في حضن ورقة، شعور جميل جدا عندما تنهي الثانوية بمعدل يخلد في الذاكرة، مشاعر مختلطة، فرح ممزوج بحزن، أتمنى أن يحصل على أن يشعر بهذه المشاعر كل طالب وطالبة. لم يكن حصول الطالبة تبر وزملائها الخمسة في تعز على نسبة 99.63% في المعدل العام للنتيجة النهائية لامتحانات الثانوية العامة اعتباطاً، إذ أن لكل مجتهد نصيب، والاجتهاد عند المتفوقة تبر واحد ضمن مجموعة عوامل تشكل هذا الإنجاز العلمي الذي قد يبدأ بالانضباط في السلوك الشخصي والتوسع المعرفي ومتابعة الدروس أولاً بأول وتنظيم الوقت واستغلال العطلات وأوقات الفراغ بعد الدراسة. لا شيء يأتي بسهولة، لابد من الجد والاجتهاد، الاعتماد على الله أولاً وأخيراً، المذاكرة أول بأول، وجميع الوسائل التي تؤهل للحصول على درجات ممتازة. لابد من استثمار الوقت، دراسة في المعاهد، البحث في مواقع التواصل الاجتماعي، اليوتيوب، ضروري يعني لازم. أنا متوقع الحمد لله رب العالمين أن تطلع الأولى أو على الأقل يعني الثانية الثالثة من على المستوى المحافظات المحررة. مسيرة الطالبة تبر في الدراسة مشرقة، إذ أنها تتصدر ترتيب الأوائل في مدرستها وتحتل المرتبة الأولى في جميع المراحل منذ الصف الأول في المرحلة الأساسية وحتى الثالثة الثانوية، وترى في وقوف والديها وتفاني معلماتها الأثر البالغ في هذا التفوق، وتقول أنه الوقت قد حان لتقديم جزيل شكرها وامتنانها للأسرة في البيت والمدرسة. حصلت على المركز الأول منذ الصف الأول حتى الآن، دائما أحصد المركز الأولى. طبعا طالبة تبر أحمد مهيوب من الطالبات ما شاء الله المتميزات من الصف الأول الابتدائي إلى الصف الثالث الثانوي، ده كان من أول ما دخلت المدرسة كان ما شاء الله قيماً وأخلاقاً وتعليماً مستوى تعليمي ممتاز ما شاء الله، وفوق ده كله ثقة بالنفس، ثقة أنها بتوصل. لا يسبق تبر التي تحب القراءة والاطلاع إلا طموحها، فهي ترى في نفسها طبيبة المستقبل التي ستقدم خدمة لوطنها عما عداه من أمور أخرى. إن شاء الله طبيبة، إن شاء الله طب بشري وبعدين نشوف التخصص. إحنا طبعاً قدر الاستطاعة نحاول نوفر لهم الطالبات ثالث ثانوي كامل، نوفر لهم المدرسات المتميزات وكرمنا على
كرمنا في المسابقة العلمية لما وصل ما شاء الله وصلوا المركز الأول، كرمناهم جميعا وعملنا لهم حفلة كمان خاصة، وجبنا الكادر التعليمي كامل المديرية والتربية وكذا حضروا، فحسناهم إنهم حاجة كبيرة، فهذا أداهم دافع إنهم يكونوا أفضل وأفضل. يبقى من نافلة القول أنه ليس هناك شعور أفضل من ذلك الذي يستقبل بشرى النجاح والتفوق بجدارة كخاتمة حسنة تتوج جهود سنوات التحصيل العلمي بدءا من المرحلة الأساسية وصولا إلى نهاية المرحلة الثانوية، ولعلها الخاتمة التي لا تكون إلا وفقا لمقدمات من مسيرة جد واجتهاد ومثابرة وعمل، على أن من أراد العلا سهر الليالي. تمنياتنا بالتوفيق الدائم والمستقبل العلمي الزاهر لطالبات تبر السامع وزملائها من أوائل الجمهورية. وبذلك مشاهدينا نكون وإياكم قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع. دمتم وفي أمان الله. أعز مدينتي نعم المدينة، سقاها الصبح نسبته ولنا.